والله من اللي سمعتوه قولي لي يعني احساسك ايه، او بنتك كانت جايه الامتحان عامله ازاي النهارده؟ والله جايه خايفه ومرعوبه ومتوحشه. وده اللي خلاكي استنيتي بره؟ اه والله. بتقولي يا ماما انا خايفه اموت. خايفه اموت؟ اه والله. ده حال البنات، حال عيالنا دلوقتي. نفسي طلاب الثانويه العامه ما بقوش مستنيين كليات القمه، مستنيين ينجحوا بس، عايزينهم ينجحوا بس. بس اه والله حسب الله. في توتر جامد 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 بجد، يعني حرام حرام والله اللي هم حرام والله اللي هم بيعملوه ده. ان شاء الله ربنا يطمنكم عليهم. ولا بيعذبوا الطلبه ولا برعايه شبابها، لسه الحياه مفتوحه قدامها، يعني خايفه ما فرحتش بيها ما كملتهاش. انت بتتكلمي على بنتك انها خايفه من الموت. ايوه خايفه من الموت والله. الناس تقول انا خايفه اموت احسن اصحابي. انا يلا والله جامد جامد والله. نشوف عروسه ولا نشوف عريس كده وفجاه يروحوا بسبب بالنسبه لنا؟ طبعا احنا ممكن نروح وراهم، خلي بالك يعني. يعني هو مش بيظلم وفعلا بيظلم مرات افراد كتير. يعني الاب والام دول يروحوا ورا اولادهم لو قدر الله جرالهم حاجه. ده احنا كده كل ما نشوف حاجه على الفيس نقول الله يكون في عون اهاليهم، ربنا يصبر قلوبهم ويا رب ما يوقعناش في حاجه زي كده او يجرالنا حاجه. يا رب يا رب يكتب الخير ليهم دايما ويطمنكم عليهم، وان شاء الله يعني يبقى الخير في الاخر باذن الله. يا رب.